يقدر يغير النتيجه بدل العام. خلاص هو ابتدى ولا يجيب تليفون يقول له على النتيجه كذا. يبقى مجلس الشعب عدل الماده 30 اللي القضاء اللي الفرد يتم داخل اللجان الفرعيه تحسبا من تلك المكاوي الخاصه بالتزيين. طيب قالوا ايه تاني؟ قالوا ان احنا حاجه ثانيه في الماده 34 هو شيء مهم جدا، ان رئيس اللجنه رئيس اللجنه لما يعلم الاتفاقات بيعمل اخطر يديه ثلاث نسخ وليس نسخه واحده. نسخه ستسلم للجنه العليا ونسخه للجنه العامه في المحافظه ونسخه قانونيه. يبقى ثلاث نسخ يجب ان يعملهم ويمضى عليهم، ما تغيرش اللجنه العامه فوق اروح اغيرها انا وانا اعلن لي كذا، لا ثلاث نسخ. فمجلس الشعب استطاع ان يعدل من 30 و 34 تلك المادتين في قانون الانتخابات الرئاسيه من اجل ان يضمن او من اجل ان يزيل بعض المكاوي الخاصه بالتزوير. طيب هل التزوير هو خاص بالبائع في الاولاد؟ لا مش كده بس. ده ممكن تجد ان هناك تزوير في رفض الناس. بمعنى ايه؟ ان انا اتي واحد من البائع اقول له كده كده الانتخابات دي بايظه والانتخابات دي مظلمه، هات ال 100 جنيه يا عم اللي صوتك من فلان، مش تقلي صوتك. يبقى قد يقصد ان هناك شراء اصوات ومشاوير انتخابيه، وبناء عليه وضع